كنا نتوقع هيك يصير بينا ونصل لحد هاي المرحلة وهيك شو ما متوقعين. لأن مثل ما يقول قاعدين ببيوتنا وإحنا ربات بيوت. أي ما كنا نتوقع هيك. وكنا جانين حلال وعايشين أحسن عيشة إحنا. بس شو سوي هيك صار بينا بعد. تنفجر انفجار قوي فبذيك الساعة كلها تقوم تركض كل من يريد يلقي له مكان يختل بيه اي لو الجهال ينجمعون علي كلها تقوم تبكي وتعيط عاد اقعد هيك وكلها فوقها هيك المها لا ما ينتهي الصوت والحس مال الصواريخ او نطلع نركض كان يعني بيت عيال شويه بعيد نطلع نركض عليهم على جديتهم يعني نريد من جديتهم تختلنا تخلصنا يخافون اي والله حزننا وهنا يعني حتى بكينا كلها ظل ذكرياتنا كلها ظلت صور ما صور كلها ظل بالبيت ما طلع ما شلته عبالنا نرجع يومين ثلاث ايام قلنا ونرجع لبيوتنا ما عبالنا هيك يعني تصير الشغله وتطول ونقعد هنايا ما هيك كنا ندري جيتنا عرفتي انت قلت ليش قنابل قاموا يضربونها الاطفال قاموا يخافون طلعنا نمشي من قريه لقريه لقيتنا هنا بالدرب هواي قرى يعني ثلاث ايام احنا نبات بالقرى يابا ندق الباب احنا نريد ننام يمكم بس هذا الليل ينطولنا اي مكان غرفه ننام بيها للصبح هم نطلع للصبح نطلع نمشي لا ما يجينا ليل نبات قلت لك نبات باي بيت يلاقينا باي بيت يلاقينا احنا نبات بيه لحد ما وصلنا هذا الحقل لقيناه فارغ ما بي احد فتحنا بابه وكان يعني وسخ فد مره قلت لك سولفت لك فنظفناه غسلناه احنا كنسوان يعني نظفناه والله اكثر الصعوبات والمعيشه هو المصرف المصرف والشي غالي ما اقدر كل شيء يعني يطلبونه انفذه لهم يعني يطلبون هاي كل اكلات زينه شرب زين ما اقدر انفذه لهم لان ما موجود عندي ولا عندي راتب ولا عندي يعني ابني بعد طالب مدرسه ما عندي يعني احد يشتغل ويجيب لهم حتى نعيش عيشه زينه فظلينا قاعدين بهذا الدواجن وهواي جاي لك صعوبات بعيشتنا هواي هواي تعبنا قبل لا انت تجونا والله نتامل كنا نتامل ونقول اكو احد ان شاء الله يجي يساعدنا ندعي ندعي من الله نقول ان شاء الله احد يجي يلتفت ويدحج علينا ويشوفنا ويشوف حالتنا ويشوف ما مصاعب اللي جاي نمر بيها وكيفنا من انت جيتوا علينا وساعدتونا نقذتونا مثل ما يقول لان كنا بحاله فد نوب ما ترفع اول ما سوت لنا هاي الفلاتر والمقطورات مال المي والحنفيات هذا احسن مشروع سووه لنا وسلمونا هاي الفراش لان ما كان عندنا فراش كافي فراش انطونا وهاي المسحوق التايت والصابون كله من عندهم وخلف الله عليهم هواي هواي ساعدونا بهاي الشغلات أتأمل يعني نتأمل ونتمنى نرجع حتى لو مهدمينا أتمنى هم أبني غرفة بمكان بيتي وأقعد وأنا وجهالي وعدنا بير وعدنا قاع نزرع بيها أرض زراعية أتمنى يخلونا نرجع لمكاناتنا